اطمنكم بس على الجو والطقس والمناخ، لان انا عارف ان حضراتكم قلقتوا شويه من الكلام اللي طلع النهارده الصبح من هيئه الارصاد فيما يتعلق ببدايه استقرار ابتداء من يوم السبت، وسمعنا ان في امطار وهيحصل ازاي مع درجه حراره مرتفعه بالنهار مش عارفين. بس خدوا بالكم دي مواصفات الخريف، الخريف هو كده خريف لانه مش مفهوم، غامض كده، تحس ان هو لغز، ما تبقاش عارف بكره هيحصل ايه في الجو. طيب معايا الدكتور محمود شاهين مدير التنبؤات والانذار المبكر بهيئه الارصاد. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل على حضرتك والاستاذ سامر، اهلا يا فندم. ازيك يا دكتور محمود، انت فين؟ انا باجي مع الخريف والشتاء حضرتك. هو بص الناس كلها بتعمل بيات شتوي وانت الوحيد اللي بتعمل بيات صيفي. اهلا بحضرتك استاذ سامر، اهلا بيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. الخريف هل اهو؟ ايوه سامر، بقول لك الخريف هل علينا بقى بمشاكله. الخريف والنص الثاني من فصل الخريف، شهر نوفمبر والنص الاول من شهر ديسمبر، دول يعتبروا النص الثاني من فصل الخريف. تمام. الحمد لله، هو النص الاول ما حصلش فيه اي مشاكل. الحمد لله. احنا اتعودنا ان شهر اكتوبر بيبقى فيه حالات من عدم الاستقرار وبتبقى حالات عنيفه احيانا، مظبوط. ولكن الحمد لله عدى اكتوبر على خير، بنختمه ان شاء الله بيوم 30 و31 بفرص امطار برضو معانا. على طبعا زي ما قلت حضرتك وحضرتك ذكرت في البدايه، يوم السبت حاله من عدم الاستقرار وفقا للبيان اللي اصدرته الهيئه. ايوه. ولكن في بكره برضو لسه الجمعه في فرص امطار ممكن تكون متوسطه على مناطق من سواحلنا الشماليه، عند مطروح، الضبعه، السلوم، ممكن توصل لاسكندريه ومناطق من شمال الوجه البحري. متوسطه. متوسطه، كويس. كفر الشيخ، البحيره، هذه المحافظات ممكن تشهد بكره بعض الامطار المتوسطه، ولكن بتزيد بقى فرص سقوط الامطار يوم السبت والحد. بس تمام. حضرتك في البدايه احنا الكلام ده مش كلام نهائي. ليه؟ لان احنا بنقول فتره الخريف فيها تقلبات حاده وسريعه. صح. زي ما حضرتك ما ذكرت قلت في ارتفاعات في درجات الحراره، احنا شايفين فعلا ارتفاع درجه الحراره. مظبوط. المعدلات القاهره سجلت 32 درجه عظمى النهارده. صح. يوم السبت هتنخفض الى 28. ففي ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحراره وتقلبات جويه وتغيرات في الكتل الهوائيه في عمود الهواء كله. ايوه. فالنماذج العدديه بتتغير في كل تحديث. ايوه. في كل تحديث وتوقيت للنماذج العدديه بنلاقي تغيرات سريعه، مع طبعا التغيرات المناخيه والتغيرات من سمات الخريف، كل التغيرات اللي بتحصل دي بتخلي حاله الجو مش مستقر، والتنبؤ بيها يكون بشكل يومي ادق، ممكن كمان نطلع نشرتين في اليوم. صح. لكن على الاقل احنا اللي يخص مشاهدينا دلوقتي انه الويك اند جمعه وسبت احنا بنتكلم على انه درجات الحراره تقريبا في معدلاتها، وان بعض فرص لسقوط الامطار المتوسطه خصوصا على المدن والمحافظات الساحليه. يوم السبت هتزيد اكتر، ممكن تبقى في اماكن من السواحل الشماليه امطار المتوسطه تبقى جزيره على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الدلتا. تمام. زي البحيره وكفر الشيخ. جنوب الدلتا هتبقى امطار من خفيفه المتوسطه، ممكن فرص الامطار دي تمتد للقاهره الكبرى يوم السبت والحد. فيعني حاله متوسطه من حالات عدم. ماشي، يعني يومين ثلاثه ما فيش يعني ضرب، كله هزار خفيف كده ان شاء الله، ما فيش ازمه باذن الله. باذن الله. تحياتي يا دكتور وما تغيبش عننا ان شاء الله. استاذ اهلا بيك دايما يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين هيئه الارصاد الجويه. طيب تقدروا تستمتعوا يعني بويك اند معقول خصوصا يوم السبت، بس في احتمال لفرص لسقوط بعض الامطار المتوسطه، بس مش الدنيا مش هتغرق ولا هتعك، لسه التقيل جاي في الشتاء يعني، ربنا يحيينا ويحييكم يا رب.